بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بخير جميعا. اليوم الرابع على التوالي وبدأنا شغل الآن. يا ميسر كل عسير. كنا منتظرين الديزل، وجد ديزل وعبينا ديزل للبوكلين الحمد لله. فيا ميسر، هذه أول حطة بدأناها. طبعا اليوم راح يكون تصوير مختلف إن شاء الله بإذن الله. راح أصور لكم من تحت بعد الحفر، وأثناء ما يركبوا الحديد ويخشبوا فراح أوريكم من تحت بإذن الله، مو بس تصوير من داخل البوكلين يعني زي كذا. فخلوكم معنا، مرحبا فيكم جميعا. اللي فوقك شوية حيطيح يا مصطفى لو تنزله دحين. ايوه بنزل الكاميرا، بس قبلها عشان البوكلين ما يكونش مايل احط له شويه دمار هنا تحت الجنزير عشان ارفع الجنزير شويه. لما ارفع الجنزير حيكون مستوي واقدر انا اضغطه بحيث ان الكاميرا ما تميل علي لا يمين ولا شمال. طبعا عشان تجي مظبوط احط البلاكات كروت اساسه الجنزير لما بيمشي ما يسحب الدمار. شوف البوكلين الان صار مستوى، يعني في على مستوى واحد يعني مستوي. بسم الله. الارض هنا مو زي الارض جوا داخل، يعني في داخل الارض في الجهه هذه اليمين الارض مش مره قويه. الجهة اليمين اليسار أو في الداخل ما شاء الله الجبل بان بسرعة يعني على 3 متر وشوية، لكن هنا أشوف الكمر بينزل بسرعة. طبعا لازم نهز معاها شوي عشان يخش، يعني الحين بندفن عليه شوية عشان الدمار كمان نثبته بالدمار، نضغط شوي عشان نمسك. هي اصلا داخله في الارض يعني في العمق. الزاوية هذا اللي هنا اللي في الوسط قصدي على اساس تساوي شوية بس، وارض ناعمة الدمار ناعم يقدر بعض احيان البكت ممكن يجيب اضرار اكثر مما يجي فايدة يعني، فالعمال يسحبوه بالكوريك. ماشي ماشي يا مصطفى. طبعا مصطفى من ما شاء الله المعلمين اللي والله العظيم ما شاء الله تبارك الله يعتمد عليه خاصة في هذا العمل، عارف شو اللي قاعد تسويه يعني. راح تشتغل مع ناس الله لا يوريك يطلعوا لك الضغط والمرارة، ولا منه انتج عمل ولا منه ضبط شغل، لكن الله يعطيهم العافية.
نظبط الباكة الثانية، نظبط واحدة ثانية على بال ما يجي. وهذه الثانية حفرناها، دحين بننزل الكاميرا، قاعدين نرفعوها. بعد ما يحط الكاميرا هناك انا اضغطها بالبكت عشان تنزل تحت. هذه الثانية، شوفوا كيف ما شاء الله من تحت مبني بحجر، من تحت السور مبني بحجر، يعني معناته ان السور مرة كان قديم، والبناية اللي كانت موجودة كانت مرة قديمة، يعني اكثر من 30 سنة يمكن لها مبنية. طبعا 240 240 بين الكاميرا والثانية. الله يكون بعونهم صراحة. وعلى هذا الحال يعني انا ما بصور لكم كل شيء، يعني هي واضحة ترى، ما هي مو واضحة، فبعطيكم لمحات بس شو اللي قاعد نسويه اليوم، بدل ما اقعد اصور وانا اشتغل واوريكم، اوريكم شغلات بسيطة يعني، بحيث ان الفيديو ما يكون طويل. خلوكم معنا. شايفين هذا مو زي الجنب الثاني، هذا الجنب مرة قوي، مرة مرة قاسي، شوف ما ينزل حتى لو هزيت البوكلين، حتى لو ضغطت عليه ضغط، لازم ندق ودق. كيف بندق ودق؟ صبرك، نحط عليه شوية دمار عشان نثبته من تحت، ونسحبه شوية ورا علشان ما ندق في الجدار. كذا تمام، بعد كذا هم يحاسبوا لي، ارجع لين وندق بسم الله. طبعا غلط يعني للأمانة على البوكلين، لكن مضطرين ان ندق. بس مره مع هذا مره قاسي، مو راضي ينزل. شوف الكمر بينعطف ما شاء الله من قوة. نبدأ بالثالثة، خلصنا ثنتين وهذه الثالثة نبدأ فيها الآن. نحفر عليها ونحفر الثالثة. وشوف هنا محل ما مصطفى واقف، هنا في خشب، راح نسحب الدمار حقها ونقلبه كمان عشان يشتغلوا فيه. هذه الثالثة يعني كل ما بنفك واحدة، كل ما يعني كل ما بنحفر واحدة بنفك واحد من الخشب اللي سويناه أمس. وعلى هذا الحال اليوم معلق أنا على الكلمة دي، وعلى هذا الحال خليكم معنا، بالتوفيق إن شاء الله للجميع يا رب. نجيب الكاميرا، خلاص حفرنا الثالثة، ونشيل الكاميرا. للأسف الواير اللي السلسلة اللي كنا نربط فيها الكاميرا اندفنت، ما احنا عارفين وين راحت، لكن ان شاء الله نحصلها مع الحفر. بسم الله، بينزلوا بيرفعوها مظبوط، يعدلوها، بعدين انا بضغطها. هذه جاهز خلاص، الثالثة جاهزة،
بعد باقي الا الحديد، منتظرين الاكسجين للاسف. الحين بسحب الدمار من هنا علشان افك الخشب في الجبة الحطات اللي جهزناها، على اساس الخشب اللي بنفكه الحين بيصير للحطات الجديده. ففك من هذه وركب على هذه ويا ميسر، وخلوكم معنا الله يعطيكم العافيه. يعني ترى كلها بعطيكم نبذ يعني لا اكثر، ما حبيت والله يطول زياده في الفيديو، ولا عادي اقدر اصور لكم كامل الشغل وانا قاعد اشتغل. فلكن عشان ما تملوا، عشان ما تقولوا هذا بس نفس الشغل يوميا بيشتغلوا، شغل التدعيم كذا، فحبيت نغير لكم يعني المود شوي. سلام. ركب الحديد كويس يا عبد الله. لك الحمد. يعني خلصنا اليوم بدري يا صراحة، بس على أساس إن الخرسانة بتجي ما جت، فمنتظرين الخرسانة. بنروح بنصلي وبنشوف إيش بيصير، وربنا يجيب ما في خير إن شاء الله. فدعواتكم الله يحفظكم إن شاء الله.